أمرها بالخير. زوار نأتي نذهب، دعنا بالخير نسير. عش عمرك بالإحسان، ساعد غيرك يا إنسان. لا فرق هنا بالألوان، لا فرق غني وفقير. زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير. من أمم وشعوب جئنا، أفضلنا أحسننا شأنا. من كان له النور طريقا، أسعى دوما للتعمير، أسعى دوما للتعمير. عش عمرك إيجابيا، إياك تكن سلبيا. افتح أبوابك للغير، كن دوما للحق سفير، كن دوما للحق سفير. زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير. زوار نأتي نذهب، دعنا بالخير نسير. عش عمرك بالإحسان، ساعد غيرك يا إنسان. لا فرق هنا بالألوان، لا فرق غني وفقير. زوار جئنا للدنيا كي نعمرها بالخير. ثقافتنا، مبادئنا وعاداتنا، جميعها قيم. تضرب جذورها أعماق روحنا والأرض والوطن، فهي قيمنا. وقيمنا كشجرة متعددة الفروع، وتحت ظلها أخلاقياتنا. تلك الأخلاقيات التي عرفها الإنسان منذ بداية الحياة وإلى نهايتها، وهذه الأخلاقيات هي التي دعا إليها ديننا الإسلامي ومختلف الأديان، وحتى أصحاب العقول الراجحة والتفكير السليم. قيمنا هي حياتنا، ولا حياة بلا قيم. عزيزي المشاهد، لا تحاول أن تجبر أحد على تقديرك أو الاهتمام فيك. لا تكون كالذي يسقي شجرة صناعية ثم ينتظر منها أن تثمر. فغالبا أكثر شخص تهتم فيه هو أكثر الأشخاص اللي راح يقصر معك. فيا عزيزي، لا تبالغ بالاهتمام ولا تبالغ حتى بالحب والاشتياق. فهناك حكمة تقول: بقدر حبك يكون قدر جرحك. المشكلة لما ترفع سقف توقعاتك لإنسان أكثر من اللازم. فلما ترفع هذا السقف، توقع أن السقف الذي بنيته هو نفس السقف قد يقع على رأسك. فلا تبالغ، لأن خلف كل مبالغة يقال هناك صفعة خذلان. فالتقدير بحد ذاته أمر جيد، بل كل إنسان يحتاجه. فمثلا الموظف عندك في العمل يحتاج إلى تقدير، ابنك يحتاج إلى تقدير، زوجتك تحتاج إلى تقدير. هنا التقدير مطلوب، ولكن ما أقصده هو التقدير الزائد عن اللزوم أو المبالغ فيه، الذي لا يجب أن نقدمه للآخرين أو أننا ننتظر منهم. فهناك من الكثير من الناس من ينتظرون التقدير من الآخرين. تعرف أخي العزيز من هو أهم شخص بين كل الناس يستحق تقديرك؟ فهو هذا الإنسان، وأهم إنسان في حياتك أنك تقدره. هذا الإنسان يا أخي العزيز هو أنت. نعم أنت. إذا ما عرفنا نقدر أنفسنا يا أخواني، فلن نستطيع أن نقدر غيرنا. وكما يقال إن فاقد الشيء لا يعطيه.
تقديرك لنفسك راح يساهم في تحويل سلوك التقدير عندك إلى عادة تتبعها مع كل واحد يستحق منك التقدير. وطرق التقدير كثيرة ومتنوعة، لكن أبسطها وأجملها وأهمها كلمة جميلة وكلمة حلوة تسمعها لشخص يستحق منك هذا التقدير، بل وينتظر منك هذه الكلمة. لاحظ طفلك لما يرسم أي رسمة، إذا أنت جيت وشفت هذا الرسم بيقول لك ابنك شوف يا أبوي شوف الرسمة كيف حلوة، أنت هنا شو تسوي؟ تحتضن هذا الابن. لما تحتضنه تعال في اليوم الثاني بتشوف ابنك أيضا قام يرسم شيء آخر ويقول لك شوف يا أبوي أنا رسمت رسمة. تعرف شو ابنك يبغي منك؟ يقول لك احضني مرة ثانية، يعني يقول لك قدرني. فكل شخص في حياتنا يا أخواني يحتاج إلى تقدير، بنتك تحتاج إلى تقدير، زوجك يحتاج إلى تقدير، وأيضا أعظم أنواع التقدير هو تقديرك لوالديك. القبلة على جبين والدك أو والدتك تعني الكثير، أو القبلة على خد ابنتك أو ابنك أو زوجتك يا أخي. وما أدراك ما زوجتك يا أخوة. خلونا نتكلم بكل واقعية، كم من زوجات وأمهات حرموا من التقدير من أزواجهم بالرغم من التضحيات الكبيرة اللي قدمتها هذه الزوجة أو هذه الأم، شيء عظيم جدا. وفي الحديث أن أعظم الصدقة هي لقمة يضعها الرجل في فم زوجته، فهل أنت يا ترى تفعلها أم لا؟ فالتقدير يا أخواني هي شكلها معنوي، ولكن قد تأخذ شكل مادي بسيط جدا، ما راح يكلفك شيء. تستطيع أن تأخذ وردة كم تكلف؟ تستطيع أن تأخذ هدية صغيرة تعطيها لطفلك، تستطيع أن تقول يعني لو غض النظر عن الكلمات خاتم بسيط. هذه المعاني يا أخواني هي كبيرة جدا معنوية، ولكن احنا قد نحولها إلى شيء مادي بسيط. وأختم كما أكد علماء النفس مؤخرا أن الإنسان حين يصل إلى عمر 55 سنة فما فوق عنده استعداد كبير لاكتساب الاكتئاب. ما السبب؟ خاصة الأم والأب، وجدوا أن أغلب الأمهات والآباء الذين تعرضوا للاكتئاب هو بسبب أبنائهم وعقوق أبنائهم لهم. السبب الرئيس أن الأب والأم طول عمره، طبعا هذا الأب وهذه الأم وهم الأبناء في صغرهم، هي تقدرهم وتهتم فيهم وهذا الأب يهتم فيهم، ثم حين كبروا انتظروا هذا التقدير بالمقابل من أبنائهم. ولكن حين لم يجد هذا الأب ذاك التقدير ولم تجد هذه الأم ذاك التقدير من أبنائها، هنا يدخل الآباء ويكون على استعداد عالي جدا لاكتساب الاكتئاب والعياذ بالله. فكل إنسان منا يا أخواني محتاج إلى تقدير، صغيرنا وكبيرنا، كل إنسان الغني والفقير كل إنسان يحتاج إلى تقدير. وفي النهاية أقول افعل ما تفعل وتأكد أنك لن تستحق إلا ما قد فعلت في حياتك. وإلى اللقاء.